ولذا حينما تتصل بمكاتب المراجع في النجف، حينما توجه سؤالا وتقول ما هو الحكم في القضية الكذائية، يقولون لكم رأي المرجع. من طيح الله حظ المرجع وطيح الله حظ رأيه. نحن لا نسأل عن رأي هذا الحمار، نحن نسأل عن دين رسول الله، عن دين آل رسول الله، لا نسأل عن آراء الحمير. لكن الحمير لا يعرفون دين رسول الله ولا يعرفون دين آل رسول الله، فينهقون لنا نهيقا من آرائهم، من ضراط دينهم الخرائي. كل هذا مأخوذ مما يقال له علم أصول الفقه، الوسيلة الشيطانية الخطيرة في صناعة الدين المزين عند السنة وعند الشيعة. صناعة الدين المزيف عبر الثالوثي المنجس، المرجع التقليد الخمس. الحديث في هذه الحلقات عن وسيلة وعن مرحلة وعن سبب مفصلي يدخل في صناعة الدين المزيف، وعند الطرفين على حد سواء، عند أتباع سقيفة بني ساعدة وعند أتباع سقيفة بني طوسي. السقيفتان تشربان من نفس العيون الكدرة القذرة التي نهانا عنها أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه. في الحلقة الماضية كان الحديث في جهتين. الجهة الأولى أشرت وبنحو إجمالي ومقتضب جدا إلى أهم الحوادث والوقائع التي شكلت مسارا منعطفا بالنسبة للذين يقولون نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله. لا أريد أن أعيد الكلام لضيق الوقت. هذا هو الشطر الأول من الحديث. الشطر الثاني أخذتكم في دراسة تاريخية وتعريفية بنحو إجمالي لنشأة ما يسمى بعلم أصول الفقه عند أتباع سقيفة بني ساعدة، وبدأت من أيام الشافعي حتى وصلت إلى الذروة، إلى مختصر الأصول الحاجبي، مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب الكردي المالكي المتوفى سنة 646. وحدثتكم عن أهمية هذا الكتاب وعن كثرة الشروح والحواشي والأبحاث التي دارت حوله ولا زالت تدور حوله. مر كل هذا الكلام في الحلقة الماضية. الخلاصة وصلنا إلى الذروة. ما بعد هذه الذروة منذ وفاة ابن الحاجب الكردي المالكي وإلى يومنا هذا جاء تتميما تفريعا توضيحا وليس أكثر من ذلك. كل الذي جاء بعد وصول علم أصول الفقه إلى الذروة عند أتباع سقيفة بني ساعدة، كل الذي جاء إنما هو مأخوذ من سفرة هذه الكتب التي حدثتكم عنها، ولا أريد أن أعيد الكلام بخصوصها. هذه الكتب في سفرتها ومن سفرتها وحول سفرتها تجمع الآخرون، إن كانوا من السنة ممن جاءوا بعد ابن الحاجب وإلى يومنا هذا، وإن كانوا من الشيعة أيضا ممن جاءوا من بعد ابن الحاجب وإلى يومنا هذا. في هذه الحلقة أريد أن أمر على تأريخ علم أصول الفقه عند الشيعة. قطعا في زمان الحضور لم يكن هناك من عين ولا من أثر لما يسمى بعلم أصول الفقه، وما يذكره علماء الشيعة من أن الشيعة سبقوا السنة في هذا العلم هذا كلام هراء. ديننا دين العترة الطاهرة يختلف اختلافا كاملا عن دين سقيفة بني ساعدة، ولذا لا وجه للمقايسة ولا وجه للمسابقة. في عصر الحضور، في عصر حضور الأئمة الذي بقي مستمرا بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن قتل مسموما بقي عصر الحضور، أتحدث عن حضور الأئمة والحجج من المعصومين صلوات الله عليهم، استمر هذا العصر إلى استشهاد إمامنا الحسن العسكري في 8 من شهر ربيع الأول في السنة 60 بعد 200 من الهجرة. حدثت انعطافة حيث بدأت الغيبة الأولى، والغيبة الأولى هي استمرار للنص التشريعي. صحيح أن الغيبة بقوانينها وشؤونها ليست كعصر الحضور، لكن النص التشريعي لا زال يصل إلينا عبر السفراء الخاصين، إلى أن انتهت الغيبة الأولى في النصف من شعبان في السنة 29 بعد 300 من الهجرة. ومن هناك بدأت الغيبة الطويلة التي نعرفها في ثقافتنا الشيعية بالغيبة الكبرى. في كل ذلك العصر منذ زمان رسول الله إلى نهاية الغيبة الأولى ليس هناك من عين ولا من أثر لما يسمى بعلم أصول الفقه. أئمتنا أصلوا الأصول، ولكن لا علاقة لأصولهم بهذا الذي يقال له أصول الفقه. أئمتنا أصلوا الأصول وقالوا لنا من أن الأصول علينا على الأئمة، ومن أن التفريع عليكم. فنحن لا نؤصل الأصول، نحن نفرع على الأصول ونتلقى الأصول من أئمتنا. هذا هو دين العترة الطاهرة، وانتهينا. أما هذا الهراء الذي يتحدث به بعض مراجع الشيعة من أن أصحاب الأئمة ألفوا في علم الأصول، نحن نسألهم: رأيتم هذه الكتب؟ لم يرها أحد. إذن كيف حكمتم بهذا الحكم؟ جاءت معلومات في الكتب التي سردت لنا أسماء المصنفات، هناك بعض العناوين هم يقولون هذه العناوين تشير إلى علم أصول الفقه. العناوين التي يشيرون إليها مشتركة بين أصول الفقه وغيره، هذه الكتب لم يرها أحد. هذا الكلام بالضبط يشابه الكلام الذي يتحدث به الأحناف من أن الأحناف سبقوا الشافعي في الحديث عن علم أصول الفقه. كلام يقال في عالم الحقيقة، في عالم الأدلة والبراهين، الشافعي هو أول من نظر وقعد وأصل في علم أصول الفقه، ومر الكلام في هذا، لا أريد أن أعيد الكلام. في أجوائنا الشيعية كما قلت لكم، إلى زمن انتهاء الغيبة الأولى ليس هناك لا من عين ولا من أثر لعلم أصول الفقه عند الشيعة، وما يقوله بعض المراجع من هراء، هذا الهراء راجع إليه لا يستطيع أن يثبته. ابتدأت الغيبة الثانية منذ نصف شعبان سنة 329 للهجرة، وما عندنا من كتاب في علم أصول الفقه، لأن الأئمة وضعوا لنا منهجا يختلف بالكامل بدرجة 100% عن منهج سقيفة بني ساعد. هذا دين وهذا دين، لهم دينهم، للسقيفيين وللعترة الطاهرة دينها، ليس هناك من نقطة التقاء بين هذين الدينين، وبالضبط ليس هناك من نقطة التقاء بين دين العترة وبين المذهب الطوسي القذر النجس. هذا توأم للمذاهب العباسية التي نشأت في أحضان العباسيين، وأبوهم إبليس، أبو هذه المذاهب إبليس، إبليس الأبالسة. هذه هي الحقيقة من الآخر، وسأثبت ذلك لكم، ولكن أصبروا علي. نتسلسل في الحديث، هذا الكلام خطير ويحتاج إلى مقدمات. نتسلسل في الحديث، تابعوا البث المباشر وتابعوا الإعادة وسجلوا الملاحظات وتباحثوا فيما بينكم. أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة، الذين يبحثون عن الحقيقة، ولا أخاطب غيرهم. أقدم نص عندنا بين أيدينا في علم أصول الفقه ما كتبه المفيد. قبل المفيد نحن لا نعرف نصا كالنص الذي كتبه المفيد. المفيد توفي سنة 413 للهجرة، والمفيد الرجل في بداياته إلى ما يقرب من أواخر عمره كان معتزليا بتمام معنى الكلمة. هذا الأمر موجود أيضا عند فقهاء المذاهب العباسية الأخرى. هناك من هو حنفي على المذهب الحنفي في فتاواه وفي فقهه، ولكنه معتزلي عنيد، وهناك. وحدثتكم عن أن العديد من أئمة الشوافع يعلنون أنهم أشاعرة، ويكتب في تراجمهم من أنهم ماتوا على المذهب الأشعري، لكننا إذا قرأنا كتبهم في الحقيقة هم معتزلة، إلا أنهم يظهرون أنهم أشاعرة. كما وصفت لكم الفخر الرازي، إنه في جسده أشعري ولكن في روحه معتزلي. الفخر الرازي على سبيل المثال الرجل كان فيلسوفا، رجل فيلسوف لا يمكنني أن أقبل أنه يميل إلى الفكر الأشعري. الفكر الأشعري فكر أعرابي بدوي سطحي ما فيه من عمق. الفكر المعتزلي يتناغم مع الفلسفة بشكل واضح، يتناغم مع المنطق الأرسطي بشكل واضح. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، لكن الفخر الرازي في الحقيقة، وهذا ما أستطيع أن أثبته بالأدلة من كتبه، من كل كتبه، هو أشعري جسديا لكنه معتزلي قلبيا، مع ميله إلى التصوف، كان ميالا إلى التصوف. إن شخصا كهذا يكون ميالا للتصوف ويكون متفلسفا وفيلسوفا، ليس من المنطق أن يكون أشعريا. ربما هو يدعي هذا مجاراة للواقع الذي كان يعيشه. أنا لا أريد أن أحلل شخصيته في هذه العجالة. كان معاصرا للصوفي الكبير محي الدين ابن عربي، وقد أرسل إليه رسالة مشهورة. ابن عربي أرسل رسالة مشهورة في أجواء الصوفيين وفي أجواء العرفانيين الشيعة. رسالة أرسلها ابن عربي إلى الفخر الرازي، ليس المقام للحديث عن تفاصيل تاريخه وحياته، لا أريد الخوض في هذا الموضوع وأعود إلى حديثي. فهناك أحناف معتزلة، وهناك شوافع معتزلة، وهناك شيعة معتزلة، وأوضح الأمثلة على ذلك المفيد، المرتضى، الطوسي. هؤلاء معتزلة، هؤلاء معتزلة، وإن كان الطوسي في حقيقته شافعي معتزلي لم يكن شيعيا. المفيد كان شيعيا معتزليا، والمرتضى كذلك كان شيعيا معتزليا. كل الذين كتبوا عن المرتضى من غير علماء الشيعة حتى من الشيعة أنفسهم تلمسوا الأثر الاعتزالية في كتب المرتضى. مشكلة علماء الشيعة يقدسون من دون دليل ويقلدون الذين سبقوهم من دون تحقيق، وهناك منهم من يدرك الحقيقة لكنه يكذب ويكذب، لا يريد أن يخرج عن المتعارف. هذا هو واقع علماء الشيعة منذ بدايتهم، منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا. إما أن يقدسوا وحينئذ لا يستطيعون أن يشككوا أو أن يبحثوا. حينما نقدس جهة فإن التقديس يقف حائلا فيما بيننا وبين البحث والتحقيق والتنقيب. فجمع كبير من علماء الشيعة وقعوا في هذا المطب، في مطب التقديس، وهم يقولون نحن علماء ومحققون. العالم والمحقق لا يقدس، لا يقدس. كيف يقدس شخصا عاديا؟ هذا التقديس يقف حائلا فيما بين العالم وبين العلم الحقيقي. على أي حال، علماء الشيعة منهم يقدسون العلماء السابقين، ومنهم مقلدون وهم الأكثر، يقلدون الذين قبلهم. في الجو الشيعي لا يوجد عندنا علماء محققون، والدليل كتب علماء الشيعة. وستتضح الصورة لكم حينما تطلعون على تاريخ علم أصول الفقه عند الشيعة على سبيل المثال. هذا مثال من الأمثلة. فإما أن يقدسوا وإما أن يقلدوا وإما أن يكذبوا. يكذب على الشيعة وكذلك يكذبون الذين ينطقون بالحقيقة. فإذا ما نطق ناطق مثلي بالحقيقة كذبوه، مع أنهم يعرفون صدقه ودقة كلامه. عامة الشيعة تضيع بين صدق الذي لا تميل إليه أمزجتهم. عامة الشيعة حمير دقيون، فقدوا عقولهم بسبب الخراء المرجعي المتراكم عليها، والذي صار متكلسا كأنه الصخر. فعوام الشيعة يضيعون بين الصدق ودقة المعلومات وبين أكاذيب هؤلاء الذين يركبون على ظهورهم. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر، ولا أريد أن أقف عندها طويلا. لقد عايشتها طيلة حياتي منذ أوائل شبابي وإلى هذه اللحظة، أنا أعايش هذه الحقيقة بشكل مباشر وألامسها يوميا في كل لحظة من لحظات عمري. على أي حال، أعود إلى المفيد. المفيد شيعي معتزلي. أقدم نص في علم أصول الفقه جاءنا من قبل المفيد، والمفيد كان معاصرا للذين كتبوا أهم الكتب في علم أصول الفقه. المفيد متى توفي؟ سنة 413 للهجرة. القاضي عبد الجبار المعتزلي، الذي يسميه المعتزلة بقاضي القضاة، هو إمام أئمتهم متى توفي؟ 415 للهجرة. المفيد 413، والقاضي عبد الجبار توفي سنة 415، وكان قد ألف كتابه العمد، وكان كتابا مشهورا في زمانه. قطعا المفيد تأثر به تأثرا كبيرا. أبو الحسين ابن الطيب البصري المعتزلي متى توفي؟ 436 للهجرة. كان معاصرا للمفيد، وكان المفيد معاصرا له، وكان في بغداد. من كتبه المشهورة شرح العمد، شرح كتاب العمد للقاضي عبد الجبار. أما كتابه المعتمد في أصول الفقه فهذا هو عين كتب علم أصول الفقه عند المعتزلة وعند السنة وعند الشيعة، وهذا هو الأصل والأساس لعلم أصول الفقه، وإن كانت كل الأطراف، أتحدث عن الأطراف السنية والشيعية، تحاول أن تضيع هذه الحقيقة. وهذه نقطة التقاء السنة بالشيعة في هذا الدين المزيف الذي اصطنع وصنع عبر مجموعة من الوسائل، ومن أهمها ما يسمى بعلم أصول الفقه. أعود إلى المفيد، عنده رسالة وجيزة. أتعلمون كم عدد صفحاتها في الطبعة المعاصرة؟ 19 صفحة. 19 صفحة. تسعة عشرة صفحة. 19 صفحة. لو كنت مسؤولا، رئيس تحرير، مشرفا، مديرا، متابعا لمجلة من المجلات الفصلية المتخصصة والتي تتخصص في علم معين، مثلما هناك الكثير من الدوريات الشهرية الفصلية السنوية التي تكون في مجالات تخصصية. لو كنت مسؤولا عن دورية من هذه الدوريات وكانت متخصصة في علم أصول الفقه أو في هذه العلوم التي يقال لها العلوم الدينية، وجاءوني بهذه المقالة إنني لا أنشرها لأنها لا تستحق النشر، هذه الرسالة التي كتبها المفيد في علم أصول الفقه، إذا أردت أن أقايسها بكتابي المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتزلي لا تساوي فلسا واحدا. أتحدث عن الذي كتبه المفيد. الأفكار في جذورها أخذها من المعتزلة، والكلام ركيك ومرتبك ومخالف للعترة الطاهرة في الوقت نفسه. فأي أصول فقه هذا وأي علم هذا؟ في عدد قليل من السطور. هذا هو الجزء التاسع من مجموعة مصنفات الشيخ المفيد. هذه الطبعة طبعة المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفية الشيخ المفيد. التذكرة بأصول الفقه، هذا هو عنوان رسالة المفيد، التذكرة بأصول الفقه. سأأخذ بعض الأمثلة على وجه السرعة ولن أقف عندها طويلا. على سبيل المثال في الصفحة 29 يقول: ومعاني القرآن على ضربين، ظاهر وباطن. الظاهر واضح، وضرب لذلك مثلا، أنا لن أقرأ كل الكلام حتى أنتفع من الوقت لأجل الاختصار. ضرب مثلا: جاء بالآية 44 بعد البسملة من سورة يونس: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. جاء بها مثالا على ظاهر القول. عند العترة الطاهرة لا يوجد ظاهر بلا باطن. الظاهر والباطن متلازمان، لن نستطيع أن نتصور ظاهرا بلا باطن، ولن نستطيع أن نتصور باطنا بلا ظاهر. بالضبط مثلما هذا الثوب الذي ألبسه له ظاهر وله باطن، فلا أستطيع أن أتخيل أن ظاهر الثوب في مكان من الأمكنة ليس له باطن، فهناك ظاهر منه من دون باطن، ولا أستطيع أن أتصور باطنا من الثوب من دون ظاهر. هذا الكلام ليس منطقيا. في ثقافة العترة الظاهر والباطن لا ينفك أحدهما عن الآخر. هذا الرجل لا أدري أين يتحدث، فهذه الآية لها ظاهر ولها باطن. قد يقول قائل من أن المفيد أشار إلى الظاهر هنا فقط، ولا بأس بهذا، لكنه حينما يتحدث عن الباطن يأتينا بهذه الآية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يقول هذه الآية فهمها الصحيح لا بد أن يكون باطنيا. لماذا؟ يقول: فالصلاة في ظاهر اللفظ هي الدعاء، والزكاة هي النمو، وهذا لا ينسجم مع ظاهر الآية، لأن الدعاء لا يقال عنه أن نقيم الدعاء، وإنما أن ندعو بالدعاء، أن نقرأ الدعاء. والزكاة كذلك هي عملية نمو في الشيء، فلا يمكن أن نتحدث عن الإتيان بها. فإذا المراد من الصلاة هنا ليس هو الظاهر الدعاء، والمراد من الزكاة هنا ليس هو الظاهر النمو، وإنما شيء مخصوص له مواصفاته. إنها الصلاة التي نعرفها في الشرع والزكاة التي نعرفها. فهذا تفسير باطن للآية، هذا معنى باطني للآية. أي هراء هذا؟ بحسب من الظاهر هكذا والباطن هكذا. إن كان بحسب العترة فإن العترة لا تقول بهذا أبدا، هذا هراء، هذا هراء. قلت لكم هذه الرسالة لا تساوي فلسا واحدا، وأنا لا أريد أن أناقشها، إنما أضرب لكم أمثلة على وجه السرعة، لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب، وأنا أحاول الإجازة والاختصار بقدر ما أتمكن. كذلك الأمر في الصفحة 131 يقول: إذا جاءت الآية بهذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا، يقول من أن النساء ليست داخلة في هذه الآية إلا بدليل، هذا يخالف منطق العترة. هذا الكلام يمكن أن يقوله المفيد، ويمكن أن يقوله المعتزليون، ويمكن أن يقوله الأشعريون، ويمكن ويمكن، لكن في ثقافة العترة هذا الكلام ليس مستقيما. يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب شامل للرجال وللنساء، القرآن مشحون بهذا الخطاب ومشحون بهذا الوصف: الذين آمنوا، الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. القرآن مشحون من أوله إلى آخره. هذا الخطاب ليس خاصا بالرجال، إنني أتحدث عن قواعد التفسير عند العترة الطاهرة. يمكننا أن نقول من أن الخطاب ليس خاصا في جميع إطلاقاته بالمؤمنين، ففي بعض الحالات يدخل المنافقون في هذا الخطاب بحسب العترة الطاهرة. لا شأن لي بسقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بسقيفة بني طوسي، إنني أتحدث عن منطق العترة الطاهرة. ولو كان المقام لإثبات هذا آتيكم بالآيات ومن دون روايات، ستقرون من أن الآيات هذه تكون شاملة للمؤمنين وللمنافقين، فضلا عما جاء عنهم من كلامهم وحديثهم في بيان قواعد تفسير قرآنهم. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، أخذ أمثلة سريعة من هذه الرسالة. في صفحة 43 تحدث عن أن العقول تجوز نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، لكنه بعد ذلك يرفض أن تنسخ السنة الكتاب، وهذا يخالف منهج العترة الطاهرة. هذا منطق معتزلي صرف. في الصفحة 45 في آخر صفحة من الرسالة تحدث عن النسخ في الأحاديث، أن الأحاديث ينسخ بعضها بعضا، فقال هذا يجري في أحاديث النبي، أما في أحاديث الأئمة لا يجري. هذا الرجل لا يفقه شيئا من فقه العترة الطاهرة، ولا يفقه شيئا من مقامات أئمته، وهذا الكلام كان في زمان معتزليته حينما كان معتزليا. وقد حدثتكم عن المفيد ما حدثتكم، وقلت لكم من أن كل كتبه معتزلية. لو كان المقام يسمح لي بالتفصيل في مناقشة هذه الرسالة لناقشتها سطرا سطرا، 19 صفحة كل ما فيها أخذه من المعتزلة. هذا هو أقدم نص عندنا كتب بشكل رسمي في علم أصول الفقه، وهو قال في المقدمة في مقدمة هذه الرسالة يخاطب الذي سأله تأليفها: سألت أدام الله عزك أن أثبت لك جملا من القول في أصول الفقه مختصرة إلى آخر الكلام. فهو ألف هذا المختصر في أصول الفقه نزولا عند رغبة ذلك الذي طلب منه ما طلب، كما بين هو في المقدمة، لكنه لم يأتي بشيء سديد ولم يأتي بشيء سليم. الذي جاء به جاء مخالفا لقواعد العترة وأصولها في التفسير، في التفكير، في العقائد، في استنباط الأحكام الشرعية. هذا كلام معتزلي ركيك، وإذا أردت أن أقيسه بكتاب معاصر للمفيد، بكتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري، فإن هذه الرسالة لا تساوي فلسا ممسوحا. نذهب إلى فاصل.